مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء رفقة ماريا. إذا مشاهدينا مرحبا بكم مرة أخرى مع ماريا في هذا البث المباشر. كيف ما كنعرفوا جميع كان تعدد ديال الأزواج، يعني في الدين الرجل ممكن أن يتزوج 4 نساء، لكن كاين شروط وظروف ديال هاد النساء اللي يقدر يتزوج بهم. فكاين كنلاحظوا هنايا في المغرب كاين رجال اللي باغيين يديروا التعدد وكيبغيو يسكنوا العيالات مع بعضياتهم، دونك هنا كيوقع واحد الاشكال كبير. فناخذوا ارائكم مشاهدينا واقتراحاتكم حول هذا الموضوع، شنو الراي ديالكم فيه؟ اذا مشاهدينا الكرام، كيف ما كنلاحظوا كاين مجموعه من الرجال عفوا كيبغي مثلا ياخذ المره الاولى ويجيب الثانيه ويسكنها في داخله، وكاين هذا الشيء، هذا راه واقع. كاين الرجال اللي كيجيبوا عيالات يسكنوا مع بعضياتهم، جوج العيالات ثلاثه، علاش كيوقعوا بزاف ديال المشاكل؟ ها الناتيف، ها بزاف ديال المشاكل، خصومه، يعني الله يحسن العوان. والخيبه هو ان يسكنهم في شقه، الا كان الدار نقدروا تقدر تصير بورتا دار وحده تسكن في البروميير ايطاج والاخرى في الدوزيام، يقدروا كل وحده بوحديتها، لكن يسكنوا في شقه فصعب صعب صعب جدا. فكنتمناو ان الرجال الله يخليكم ما تسكنوش العيالات مع بعضياتهم، وكل واحد يتزوج بمرأة وحده، لان يعني مرأة وحده بارك عليك في هذا الوقت وفي هذا الزمان، لان صعيب انك تقدر توفق ما بين جوج ديال العيالات في مصاريف، اولاد، تطبيب، عده اشياء. فارس قال لك الراجل خصو يدير 5 العيز، بزاف اخويا، بزاف بزاف. ما يمكن. سي محمد حنافي مرحبا بك، مرحبا بك السي الحاج. اذا مشاهدينا، فالراجل يعني باش يقدر على مرا وحده كيكون الحال صعيب، فما بالك جوج ديال العيالات ساكنين في شقه وحده، راه صعيب بزاف. راك كيفاش كتقدر هذيك المراه تقبل المراه الاولى تقبل على المراه الثانيه؟ اكرام خايبه بزاف غير المشاكل وكيفكروا في التعدد. العامري قال لك راه كلشي بار. لا بالعكس اخويا، هذيك شوف انا متفقش معك، لان هذيك كلمه خاطئه، هذيك كلمه صبيره. كلمه صبيره اكبر كلمه خاطئين فيها مجموعه من الناس اللي كيقولوها، لان ما كاينش شي مره في الدنيا بايره. كاينه مره كتختار، يعني مثلا الا بغات المراه تزوج راه من السهل الزواج، راه ساهل اللي جاي يقول لها غنتزوج وتقولي اه نتزوج، ترضي الناس بهذه الكلمه ديال بايره فقط. حنا ما حتى وحده ما ترضي شي حد، ترضي نفسها. اما تختار مع مين غتعيش وشكون هذا الراجل، واش المواصفات كتنطبق اللي هي باغا فيه، فتقدر تنجح العلاقه الزوجيه. لكن باش تسمى بايره فحتى شي مره ما بايره. البنات هذه رساله لكم، حتى شي وحده فيكم اللي البنات اللي باقيين بلا زواج، حتى شي وحده ما بايره، كلمه خاطئه. واللي كيقول بايره راه زعما عيب، لان تقول بايره على هذه البنت هذه باقا مزوج، راه ما كاينش حاجه سميتها بايره. كاينه بنت كتسنى الرجل المناسب فقط، والراجل حتى هو كيتسنى مراه. دابا الراجل اللي ما مزوجش نقول ليه سوا باير ولا نقول ليه لا، بحال انسان كيقلب مع من غادي يعيش، مع من غادي يدير حياته، مع من. ف
سي فارس في نطاق البسط قال لك المرأة التالية كتطول في العمر. بلا العمر ربي سبحانه وتعالى هو اللي كيقدر فيه. خالد ماريا وحدة وصعيبة في هذا الزمان، فوالا هادشي اللي قلت انا يعني وجهة نظري فقط، راه انسانة وحدة وصعيبة. خولة ابراهيمي هاد الزمان يا ربي تكافى غير مع وحدة، مبقى خصو غير التعدد اكيد، لان غا وحدة راه شوف لا ولد معاه غير جوج، مصاريف الدراسة، مصاريف الاكل، الشرب، التطبيب، بزاف الحوايج. الشرع طربعة صعيب شوية، مفضل صعيب شوية، أكيد صعيب. تعدد متعدد الطرفين لا متفقش معاك، تكافى مع وحدة وشوف أكيد السي معاد. الشرع عطانا ربعة، الشرع طربعة لكن ب يعني كاينه ظروف اللي كتخليك تاخذ ربعه ديال العيالات. عثمان كيقول عنده ثلاثه العيالات، ايوا شرح لينا خويا كيفاش كتقدر توفق ما بين ثلاثه العيالات بوليداتهم مصاريفهم مشاكلهم. اميكي اللي وحده ما قادش عليها اكيد. صهيب لا ماريا اجل رمارك لي بيرسوناجيت تتشد المراهقه سي دوماج ترديف. لالا ماريا انا جون سكو جو رمارك لي بيرسون اجي تشد المراهق، يعني هذا صهيب الناس بعض الناس كبار ما غاديش نعممو قلتي كتشد المراهق ملي كيكبروا كيبغيو يتزوجوا، كاين اللي كيفقد الزوجه ديالو كيبغي مرا تقابلو وتكون معاه، كاين اللي فعلا متفقه معاه، كاين البعض اللي تا كيكبر عاد هو كتبان لي خصو يخرج عيالات وخصو. كلامك تحكي تشرع طربعة انتي فقط. هاد السيدة هاد الفريسي ولا شنو سميتو حشومة، دخلت بقا غير تكتب في لي كومونتير الهضرة خايبة حشومة، راه كتقدر موك تكون كتفرج باك خوك اختك وقرا وهادشي زعما عيبان، هادشي ما كيأثرش فيا ولكن كتبقى فيا انت كتخرج ديك الهضرة كديفا غير الذنوب الله يسمح لك. هاجر وحده ما كيقدروش عليها، رشيد زواج نصيب مكتوب عند الله اكيد اخويا ونعم بالله اي حاجه مكتوبه عند الله سبحانه وتعالى. سفيان وهبي نسيت ترضي راجلك يجيب عليك الضر، انا ما يكون اخويا برنامج سولني والله سنجاوب خويا دابا ما نجاوبكش ولكن غنجاوبك ما نبغيش. ماريا فاطمة شكرا الله يسهل على الجميع. صوفيا صوفيا الحريشي مرحبا بك. هشام تيجاني كلام جميل رائع شكرا اخويا. الا كانوا ملتزمات ممكن، الا كانوا متبرجات لا يمكن. مصطفى ما فهمتش، الا كانوا ملتزمات يتزوجوا متبرجات ما عليهمش الله، بالعكس شوف الايمان كيكون في القلب
قبل الشكر كنلقاوهم البعض دايرين الحجه وما عرفتش شنو كيديروا حوايج خايبين ومتبرجات ما شاء الله قلبهم في ايمان واشياء كثيره. فما نحكموش من المظهر، ما نحكموش من المظهر، الله يخليك تقدر تكون متبرجه وقلبها فيه في الايمان بزاف. تعدد عنده شروط، اكيد عنده شروط. زهرة كتقول انا بالنسبه لي شخصيا ما نقبلش نتزوج راجل باغي يتزوج بجوج وثلاثه لا ثم لا. اكيد اختي متفقه معاك، يعني كل واحد و سي دو فام دو نجور. دونك لي كومونتير كي كيمشيو ليا بزاف الرجال في لي كومونتير كيقول لكم كاريناش راه يعطينا اربعه ونتزوج، واش راه يعطيك اربعه؟ ولكن ما يمكنش نتايا في هاد الظروف هادي تاخذ اربعه العيالات على والو فقط للمتعه، لا كاينه ظروف اللي كانت كتخلي الناس يتزوجوا باربعه العيالات. مثلا هادي مات لها راجلها، هادي ما عندهاش، هادي كانت ظروف وكانوا الناس عندهم فلوس وعندهم ديور وكيتعاونوا وكيجمعوا البيدات. تما دابا ما يمكنش جوج العيالات مره وحده وشوف تشوف. هشام الحنين بازل لي داك داك اللي مجوج بربعه غير حماق الله يلا معاه والله بنص حتى نجوج. اختي حنا اللي تزوج ام حمزه من الراجل اللي تزوج انت. سي حسن انا ماشي ضد شرع الله، انا عطيت وجهه نظري، انا ما قلتش ضد، ما تقولنيش شي حاجه اخويا ما قلتهاش. شرع الله حنا اي حاجه ديال الله سبحانه وتعالى كنامنوا بها، هذه اكيد. انا قلت يعني بكري كانوا الناس كيتزوجوا اربعه كيقدوا عليهم، دابا ما تقدش على اربعه، يلا تزوج انت باربعه ونشوفك وحده وما غتقدش عليها عاد اربعه. انا متاكده من هذه مليار في المية. فصعيب دابا تزوج بهم وتسكنهم في دار واحده، صعيب وتشوف شنو يوقع لك. انا ما تقولنيش شي حاجه ما قلتهاش حيت انا فاهمه مزيان الحمد لله شويه في الدين وفاهمه في القانون، دوك ما تقولنيش شي حاجه ما قلتهاش. ماريا العلاوي شرع طربعة ولكن تكون الإمكانية تكون العدل بيناتهم المادي والمعنوي أكيد فوالا. محمد إفرام سميتك ماريا؟ آه سميتي ماريا. سير دوال العامري صعيب دير التعدد في هذا الوقت أكيد نعم لمحاربة العنوسة. أنا عندي وحده الله يجعل البركه. عبد الله الله يخليكم بعضياتكم اخويا الله يكمل عليكم يا ربي. دابا سبحان الله العظيم كاين اللي كيبقى يقول لك لا، الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم كيقول لنا خصنا نتزوجوا بجوج ربعه، عطانا الشرع كتعرفوا الدين في هذا الشيء، لكن ما كتعرفوش الدين في اشياء اخرى، انك تهلا في المراه تعدل بيناتهم تسكنهم، هذه سكنتيها في بارت ما اخرى تاهي بارت ما شريتي لا تكشيطه تاهي شريتي لا تكشيطه، هذه تهلتي في هذه تهلا في هذه قريتي لها ولاده بريفي هذه سقيتي لها ولاده بريفي، هذا الشيء ما كتعرفوش، كتعرفوا فقط انكم خصكم تزوجوا بربعة ديال العيالات. انا ما متفقش معاكم. اكيد فقط غير واحد الملاحظه، بزاف الناس كيقول لك هذا شرع الله خلي الناس تزوج بربعة، انا ماشي حابسه الناس، فقط نعد نديروا العدل، يعني نديروا العدل ما بين هاد الازواج، غيتزوج هاد الزوج بهاد الزوجه خاصو يعدل بين الزوجه الاولى والزوجه الثانيه والثالثه والرابعه، ياك غادي تعدل بيناتهم. راه ما يمكنش، راه ما يمكنش كريم الهاشمي متبرجه زانيه مهما كان قلبه واعد بلا مش طراجي ما خويا، ماشي انت ماشي سيدي ربي، ربي سبحانه وتعالى هو اللي كيعرف بينه وبين اي واحد. دونك الانسان ما يحكمش من المظهر وما تبقاش كسب هادشي، الله يرضي على خويا انك دي فيه غير الذنوب.
في السلام قالك انا مزوج بجوج الحمد لله. ايوا لا كان متفاهمين اخويا الله يرزقكم الخير. سي صهيب فوالا مدام عليا جو ريسبكت فوتر افي مي موا سي جامي ما فام دونك سي صهيب متفقه معاك. ما شوف ما غاديش نعمو متفقه معاك فشي حوايج وشي حوايج لا. كاينين عيالات اللي بصح ولاو كيتزوجوا براجل واخا يكون مزوج فقط من اجل المال، هادو البعض ماشي كلشي، لان كاين اللي كتكون عندها كرامتها وكاين اللي اللي ما تبغيش تكون الزوجه الثانيه وكاين اللي ما كتكونش طماعه، وكاين اللي فعلا كتكون طماعه وكتبقي تعيش مع هذا الراجل على الاقل على الفلوس. متفقه معاك تبغي الفلوس وتعيش الحياه وما ما تسوقش. زهره سيندا الزواج حساب الاسحاب لهم لعبه سهله، راه المعقول هذا اكيد الزواج راه مسؤوليه قلتها ماشي مره ماشي جوج. اللهم آمين. كي اللي بان انا مزوج بثلاثة كي اللي بجوج. الله يهديكم الله يدير لي فيها الخير يا ربي. يعني كاين الناس اللي باغين التعدد يكون، كاين الناس اللي رافضين التعدد بتاتا، لان التعدد راه كيف ما ذكرت في الاول عنده شروط ديالو. زهرة خليهم يتزوجوا ربعة ويسكنوا في دار واحدة باش يتفقوا عليه وكلوا تقشات الفار بيت الله يستر. ما بغيو حتى شي واحد ف ما نبغيوش ليهم كاع داكشي. نتمنى ان العيالات الا تزوجوا بالراجل تزوج به عن حب وعن احترام وعن مسؤوليه، ماشي تزوج غير باش على الفلوس ولا على اي حاجه. شكرا السي توفيق الله يجازيك بخير الله يجازيك بخير. شوف خويا مراد سؤالك قلتي اختي بغيت رايك اذا كان راجل عنده المال والصحه والعافيه غتطردي انت ولا اي امراه؟ شوف نقول لك واحد الحاجه، نتوما العيالات واخا يكون الراجل يكون قاد التعدد ما كتهضموهاش. شوف اخويا مراد الراجل بغى يدير التعدد يسول المراه، انا ماشي ضد، الا بغى يتزوج حتى اربعه الشرع عطى اربعه فقط، يسول يمشي عند المراه الاولى الا لا واش قابله انني نجيب عليك الدره الثانيه، قبلات وعجبها الحال وبغات تعيش معاه وكتبغيه شغله هذاك، ما قبلاتش فصافي. كاين عيالات اللي ما كيقبلوش، انا منهم ما نقدرش نقبل على راجل مزوج اولا مثلا يكون مزوج بيه ومشي يتزوج بوحده اخرى. دونك حتى هكا العيالات كاين البعض اللي كتقبل وكاين اللي ما كتقبلش. عبد الله كيقول فميو افوار ان دوزيام كو دالي لو فير في الحرام. ما بالعكس ما يديرش الحرام، مرته الاولى لا كان معاها مزيان
علاش لا تكون معاها هي في البيت ديالها، تشوف داك الزوج ديالها انه واحد الانسان اللي كيجي من الخدمه عيان، خاصه هي تكون في واحد المستوى، تكون مهليه في راسها ومقاده ومجده له العشاء يعني مقاده له كلشي. فالراجل من غير يلقى الزوجه ديالو مالي في كلشي، علاش غادي يمشي يشوف في واحده اخرى نهائيا؟ واش يدير الحرام؟ والله يهديهم كيف ما قلتي، يقدر من الاحسن يتزوج ثاني وما يديرش الحرام. اذا كنتمنى ان شاء الله تعالى انه الناس يبغوا بعضياتهم، يكونوا مع بعضياتهم، يبغوا بعضياتهم في الخير. ونصيحه لاي زوج، حاول تحافظ على الزوجه ديالك، تعطيها قيمه، تبغيها من قلبك، لانه فاش كيكون الحب نابع من القلب ومبني على اسس منها الاحترام، التقدير، الوفاء، فكونوا على يقين ان معمر العلاقه الزوجيه غادي تخسر. كونوا على يقين ان الزوجه الا احترمت الزوج ديالها وما رفعاتش صوتها عليه، ملي يكون معصب ما تجاوبش معاه. هادي ماشي قول كنقولو باش الناس يسمعوه ويخرج من ودنهم، يدخل من ودنه يخرج من ودن، لا بالعكس، هادشي طبقوه. اقسم بالله واخا يكون مستوى المراه عالي على الرجل في الدراسه مثلا، فايتها في القرايه، في مستوى الخدمه، في اي حاجه، احترمي وعطي قيمته، لان الرجل كيبقى بحال الطفل. انا ما غاديش ندافع على المراه بوحدي حيت انا مراه، لكن غندافع على الرجل بعيوبه بعدة اشياء، لان الرجل كما اقتضى الحال كيبقى وسط منه واحد الطفل ما غيفهمو حتى شي حد، كتفهمو الام ديالو، لكن تفهمو حتى الزوجه الا كانت كتبغيه وكتحترمو وكتقدرو، فغادي تفهم داكشي، تفهم شخصيه زوجها وتكون معاه وتكون بيه. يعني الرجل اللي طبطبتي عليه ولا حنيتي فيه، شوف غير ملي كيمرض ولا كيعيا فقط كيمشي للام ديالو، لان كيشوفها المحنه، والام دائما كتكون كتفهم ولادها، خصوصا الابن كتفهمه اكثر. فلما لا الزوجه حتى هي تحترم الزوج ديالها وتقدره وتكون معاه. ملي يدخل من الخدمه نقول ليه كلام طيب، كلام زوين، ما نحشمش نقول ليه حبيبي، ما نحشمش منها، ما نحشمش نقول ليه كبيده، ما نحشمش نقول ليه توحشتك، بالعكس هذا كلام، هذا كلام طيب. الا قلتي للزوج ديالك كتزيدي، لان حلالك هذاك، ما كتحشميش تقوليها لواحد كتعرفيه في الزنقه، وكتحشمي انك تقوليها لزوجك اللي عايش معاك في الدار والده معاه الاولاد، لا. نقول ليه كلام جميل، نكون معاه في الدار مزيانه، نطيب له، نطبطب عليه في العمل، كيجي من الخدمه نسولو شنو درتي في الخدمه، شنو وقع هكذا، فنتقربوا من بعضياتنا ونكونوا مع بعضياتنا. الله يخليكم، لان حتى حاجه ما كتستاهل في الدنيا اننا نتقلقوا عليها ولا نتخاصموا عليها ولا نهضروا عليها، حتى حاجه ما كتستاهل. شيء اخر، فقط نصيحه للرجال، انتم اهتموا بعيالاتكم، لان المراه هي حنينه بزاف، وتا هي سريعه البكاء، والمراه يعني اي حاجه ممكن حتى هي تشدها، كتصبر كتصبر كتصبر، لكن حاولوا ان انت تهلا فيها مره مره، وخد خليها غير شوكولاته غير وريضه، تفكر هاد جيست هكا، يعني حتى هي غتحس تشوف داك الاهتمام ديال الرجل بها. وراه وليداتكم اقسم بالله ملي كيشوفوكم مع بعضياتكم كتعاملوا هكاك زوين، حتى هما كيوليو بحالكم، وكتمشي الحياه مزيانه. ما عمرنا نحقدوا على بعضياتنا ولا نكرهوا بعضياتنا، وقع مشاكل صافي، انسان جا الفراق ولا شي حاجه، ما نديروش مشاكل مع بعضياتنا. كذلك المراه اللي حافظت على الزوج ديالها ما عمره يشوف على مراه اخرى، ما عمره يعاود يتزوج عليها. الله يجازيكم بخير، حاولوا انكم تكونوا مع بعضياتكم وتحترموا بعضياتكم، تقدروا بعضياتكم، وان شاء الله تعالى ما عمر ربي غيخيبكم. ودائما كنتمنى لكم السلامه والحب والتقدير والوفاء، وكنتمنى لكم دائما ان شاء الله تعيشوا هادشي اللي قلت فيه خير، ونتمنى انكم تكونوا دائما بخير وعلى خير، لا في الصحه ديالكم، لا في العمل ديالكم،
في الكلام ديالكم مع الناس في اي حاجه، بغيتكم دائما تكونوا بخير. كنتمنى ان اي ضيق يجعل لكم الله فيه طريق ان شاء الله، الدعاء ديال واحد الجده. اي ضيق يجعل لكم فيه الله طريق، وطريقكم دائما تكون مستقيمه، طريقكم دائما تكون مزيانه، وتكونوا بخير وعلى خير. الله يوفقكم، الله يجعل ايامكم كلها خير، تصبحوا على خير. تلغدا ان شاء الله في لايف اخر مع ماريا، موضوع اخر. نتمنى ان يكون تخفيف عليكم، وسمحوا لي على اي حاجه، وتهلاو في راسكم. تلغدا ان شاء الله، الى اللقاء.